أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لما صدر التوجيه بالاستسقاء في يوم غد سمعت من يقول: لا تستسقوا، ما له داعي، لن ينزل مطر، استغفروا أولا، فهل هذه العبارة جائزة وما حكم قائله؟ هذا غير جائزة، هذا قنوط من رحمة الله عز وجل، فيجب عليه أنه يتوب إلى الله ولا يتكلم مثل هالكلام. الله أمرنا بالدعاء وقال: لا تقنطوا من رحمة الله، فلا ولو كثرت الذنوب لا نقنط من رحمة الله عز وجل ونستغفر. أما أنه يقول لا تصلون استغفروا فقط، هذا إلغى لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: صلوا واستغفروا وادعوا وتصدقوا، فنعمل هذه الأعمال كلها. نعم.